السلام عليكم ورحمة الله باحثين الأعزاء، مرحبا بكم من جديد. إن شاء الله راح تكون إن شاء الله محاضرتنا هاي قصيرة جدا، مجرد توضيح إنه للأدوات اللي ممكن نستخدمها لغرض الرسم. الجيومتري قلنا أول بداية لأي موديلنج بالسي اف دي، نقدر لازم أول شيء ناخذ الجيومتري. فاحنا سنعرف، احنا انا هنا عندي ثلاثة. انا هاي النسخة اللي دا اشتغل عليها هي نسخة 2022 بالوقت الحالي، سابقا اشتغلت على 2019، وايضا يعني استخدمت اكثر من نسخة، لكن بالوقت الحالي اللي عندي متوفرة عندي بالحاسبة اللي نصبتها اخر شيء هي 2022. طبعا سابقا كان عندنا احنا قبل النسخ اللي قبل 2016 كان عندنا فقط انه ديزاين موديلر. هسه هنا اذا ندوس رايت كليك راح يظهر عندي هنا اكو نيو ديزاين موديلر جيومتري، ضافوا بعد 2016 ضافوا الاصدارات اللي هي نيو سبيس كليم جيومتري، ايضا بعد 2020 22 لحد نسخة 22 عندي اكو عندي نيو ديسكفري جيومتري، هاي ايضا جديدة. راح نتعرف على الواجهات لكل برنامج، وان شاء الله راح نبدأ بالديزاين موديلر ونشرح بعض المقاطع القصيرة على إنه طريقة الرسم أو الميثودولوجي، بمعنى إنه منهجية الرسم أو المبدأ الرسم اللي خاص بيه. طبعا أنتو هاي البرامج ممكن إنه يعني اللي يعرف البرنامج الأوتوكاد 3 دايمنشن أو 2 دايمنشن طبعا، أو يعرف البرنامج مثلا عنده خبرة في برنامج السوليد وورك أو أي برنامج ضمن الأوتو ديسك، ايضا راح يكون يشتغل ويتوافق يصير على انتجريت ويا الانسس فلوينت او ويا الانسس بسرعه عامه، فماكو اي مشكله. لكن في حاله انه انتم لا تقولون اني اريد ارسم او اتعلم على برنامج جديد ويكون اصلا يعني ضمن الانسس ايضا، فنبدي اول صيغه. يعني انا هذا عندي هنا فاتح انا هسه اللي هو هذا الديزاين موديلر، وعندي هذا اللي هو السبيس كليم، وعندي هنا الديسكفري. فراح نبدا بالديزاين موديلر. هاي الواجهه مال الديزاين موديلر. هذا الديزاين موديلر انا هذا اللي رسمت بيه ضمن الثيسيس مالتي، يعني الشغلات البسيطه ممكن نقدر نرسمها بيه وراح يكون يتوافق كلش عالي بيه. طبعا انا اقدر من هذا المكان اقدر احدد اليونتس مالتي من هاي الصيغة، وأيضا بالورك بنش هنا نقدر نحدد اليونتس هنا بصورة عامة. هنا بصورة عامة يعني أقول يابا إنه أنا مثلا هنا في وحداتي المترك اللي هو الكيلوغرام، المتر، الأس اللي هو الثواني، السيليزي غيره من الوحدات اللي ممكن نحتاجها. هاي ضرورية لازم تكون تعرفوها بالبداية، وإذا خلوها على ديفولت فهذا الديفولت مالته. هذا الديزاين موديلر طبعا يتعامل ويا المستويات، وان شاء الله راح نبدي نشرح التفاصيل. عندنا سكتش موديلنج هنا نقدر احنا نشتغل عليه شوي شوي. ان شاء الله راح اعطيكم بعض المحاضرات، يعني اعتقد 3 4 محاضرات يعني بتكون وافيه لهذا البرنامج، لانه بسيط جدا. يعني اذا تعقدت الامور عندكم ك يعني هو يرسم طبعا كل شيء، بس يعني اذا رسوم معقده بها بايبس وغيره فممكن يفضل يكون بالرسم بالسوليد وورك. عندنا هذا السبيس كليم، هذا الواجهه مالته. هو فد شيء متطور ضمن يعني بعد 2016 اصدارات 2016 نقول بدايه 2017 نزل، يعني اصدار 17 مثلا هو نزل عندنا السبيس كليم صار هو رئيسي بالبرنامج. اما قبله فكان الرئيسي هو الديزاين موديلر، يعني سبيس كليم موجود بس ما كان انه الكمال لله، انه ما كان يعني متكامل خلينا نقول، لانه بدا يطورون عليه ولحد هاي النسخه يطورون عليه لحد نسخه 24 اكيد راح يقول تطور، لكن احنا اللي عندنا حاليا يعني ما قاصر هاي النسخه 2022. بالاضافه عندنا هاي النسخه، طبعا انا هاي سابقا ما متعرف على واجهتها ولا مشتغل عليها سابقا نهائيا، بس ان شاء الله راح نتعلم سوا على هذا الصيغه وكل المهارات. انتبهت الى شغله جدا مهمه، يعني انه
موجودة أنا يعني عندي ضمن البرنامج، واللي هي السيميليشن. هاي موجود آخر قائمة سيميليشن. يعني هنا أنا عندي فلويد فلو محدد لي فلو وول البوروس مثلاً، البوروس ميديا الستركشر اللي اشتغل عليه، شنو الماس مومنتم بريشر فورس فيلوسيتي، يعني هو تفاصيل. ان شاء الله راح نشتغل على هذا التول المهم ضمن الانسيس، وايضا راح تكون عندنا واضحه. لكن بالنسبه لتعقدون الامور يعني الجيومتري خلوها شيء ثانوي بالانسيس، انت اللي يهمكم هو السيت اب سوليوشن، يعني الفلوينت نفسه يهمكم. كباحث انا يهمني انه اشتغل على البرنامج، ما يهمني الجيومتري انه يعني بشنو رسمتها، يعني بالنهايه هي الجيومتري نفسها، لكن يهمني مثلا الميشنج مالته، يهمني بعدين يعني انه شو راح اسوي باوندري كونديشن من التفاصيل. فلا تخلون همكم الرئيسي هو الجيومتري. اي برنامج تعرف به انت متعلمه لا تعقد الامور على نفسك، خصوصا اذا باحث وعندك فد وقت معين، فايضا ارسم بالبرنامج اللي يعجبك طبعا. وايضا اكو ضمن البرامج اللي هو الاي بي دي ال ميكانيكال، هذا ميكانيكال اي بي دي ال ايضا بيصيغه للرسم، طريقه للرسم، نرسم طريقه الاحداثيات، ان شاء الله ايضا راح يكون مفيد وايضا راح نتعلم عليه. بالاضافه اكو عندنا الجامبت، الجامبت ايضا برنامج جدا مهم بالرسم، وايضا يتوافق مع الفلوينت، فان شاء الله ايضا راح نسوي عليه سلسله من الفيديوهات. فان شاء الله حتكون عندنا سلسله من المحاضرات ضمن الجيومتري، بعدين ان شاء الله راح ننتقل الى مرحله الميشنج، وايضا راح نعطي بعض المهام اللي تكون يعني بعض السكيلز بالاحرى، انه اللي هي المهارات المهمه اللي نستفاد منها. ان شاء الله تكون هذه المحاضره مفيده، اتمنى لكم كل الموفقيه، ونشوفكم ان شاء الله في محاضرات اخرى. بالتوفيق.